حياكم الله في توتوريال جديد من قناة بيوند اكشن. حابين نوضح لكم في هذا التوتوريال كيف نسوي سيت اب كامل طريقة نزول للكلاينت مع المدرب في حال ان الكلاينت متردد. في احيانا نواجه ان بعض الكلاينت يوصل لمرحلة النزول ويتردد من النزول. فشو بنسوي الكلاينت الحين؟ عندنا العم ميدو. كيف الحال؟ عساك بخير. اهلا وسهلا. فهو الحين بيركب نفسه بطريقة التركيب العادية. اوكي، في حالة الكلاينت الحين موجود عندنا يستعمل الديسندر العادي اللي هي فيجر في 8 وبينزل، لكن هو خايف يعني يرتبك، فنحن لازم نكون سبورت حقه هني. المدرب او الشركة يكون سبورت، يكون عندك اكستند سكند روب، سكند روب كسكيورتي روب يعني حبل امان. فاني على الحبل يكون متاكدين طوله كافي حق المسافه. بنسوي احنا حاليا في الارض، ما بنسوي في النزول. اني عند طرف الحبل ناخذ بايت شويه، بايت حبل، بنسوي فيجر في 8 مثل ما شايفينه، جني شكل جوست، تخنق الجني وطز عينه. هاي فيجر في 8. فهني عند فيجر في 8 نركب الكربينة. للتوضيح حتى نرويكم وين موقع اللوب اللي نحطيها حق ال سكيورتي روب، واحدة تحطيها في الاكستندد لوب، هذه اللي هي لوب هول الرئيسية. الطريقة الثانية انه يكون اكستندد من الكاوتيل، شايفين كاوتيل مثبت في الهارنس ويكون مثبت على الكاوتيل. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة انه يكون الكاوتيل اللي يكون الفيجر في 8 مثبت بين كربينة بين التو لوبس اللي فوق. هذه الثلاث طرق تقدر تسويها عشان تمشي وتسوي السكيورتي روب. النقطة الثانية نسوي طريقة اللي هي السند عن طريق اللي هي الكلايف هيتش المقلوبة. كلايف هيتش معروف ان هاي شكلها، تسوي اذن ميكي ماوس وتسوي بهالاتجاه، زين بتستوي كلايف هيتش. لما تسكر بتشد تستوي كلايف هيتش. تسكر هذه تستعمل كستوبر نوت، احيانا تستعمل ايضا في كنزول يعني كنقطة وقوف هنا. فالعكس الحين بنسوي هاي اتجاه العكس مثل ما سوينا، هاي نسويها بالعكس. شوفون، نركب كربينة ونركبها في الماستر بوينت مال انكر. سكرها هنا، تأكد سكرها. فالحين يوم بيتحرك الكلاينت بتنقلب عنده هذه. هذه الحركة اللي تخليك انت تنزله او تصعده. فالحين مثال الحين هو بينزل، ثبت عمره من الانكر، خلاص بيطلع من الكاوتيل، بيبطله السيفتي ماله. طبعا الانكر يكون موجود عندك فوق. الحين عدناه هو بيحاول ينزل. اوكي، وقفته الحين. انا احيانا بنزله بعطيه شويه روب، هي بتحاول تدور هذا الاتجاه، فانا اعطيه روب شويه اكسس، اعطيه اكسس، اعطيه زياده في الحبل. فانا الحين اعطيه حبل من عندي انا هون، لما ابغى وقفه خلاص شديته او اني احطيه وراي مثلا. والطريقه الصحيحه انك تكون رابط بعد هني، نوقف شوي هني، تكون واقف رابط بعد. ممكن سكيورتي نسوي اكسترا، نربط هذه في الهارنس مالك، زين. فالحين انا عندي الحبل مع الهارنس مع كل شيء، فعندي انا ياسا نزله عن طريق انا. هو الحين مطمن ومرتاح ان عندي انا سكيورتي روب موجود وينزل عن طريقي وعن طريقه. هذا السيت اب اللي سويناه عشان تضمن ان عندك الكلاينت مرتاح وينزل في مغامرته ويعيش مغامرة آمنة، ويكون يعني ما ماخذ اي خوف من هالموضوع.
فهاي يعطيكم العافية، نتمنى لكم مغامرات آمنة ونشوفكم إن شاء الله على خير.